طيب يا جماعة، لا شك أنه هواتف الآيفون بتملك مميزات رهيبة جدا، لكن في شغلة بتميزها بصراحة وظلت من الهواتف الأولى لليوم محافظة عليها، واللي هي هذا الزر اللي هو مسؤول عن كتم الصوت، الأصوات كلها بالجهاز أو يعني يرجع بشكل طبيعي عالي. هاي شغلة كثير حلوة بهذا الهاتف بصراحة، شفناها مرة واحدة عملوها ون بلس ورجعوا له. طيب شو رأيكم نفعلها اليوم على هواتف سامسونج بدون الحاجة لا كبس زيادة ولا تطبيقات خارجية؟ خلينا نتعرف على الطريقة أكيد بشكل سريع وبفيديو جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي، رجعنا بهذا الفيديو لنحكي عن مميزة رهيبة موجودة بهواتف السامسونج لكن مخفية بطريقة كثير مخفية. طيب هاي الميزة حكيت بالبداية أنه هي موجودة بآيفون من زمان، واللي هي قفل الصوت أو كتم الصوت وارجعه. طب كيف بنفعلها المميزة على هواتف السامسونج؟ امشي معي خطوة بخطوة. مباشرة أصدقائي خلينا نروح نتوجه للإعدادات. من الإعدادات انزل لآخر شيء لحد ما توصل لعند إمكانية الوصول، ومنها روح على الضبط المتقدم. طيب بالضبط المتقدم راح نشوف في عنا أكثر من خيار، لكن أول شيء في عندك المفتاحان الجانبي ورفع مستوى الصوت، وتحت مفتاحة رفع مستوى الصوت وخفض الصوت، مستوى الصوت وخفض الصوت شو بصير؟ طيب يا جماعة شوي يعني الموضوع غريب كيف الترجمة تبعته. المهم رح ناخذ أول واحد اللي هو المفتاحان الجانبي ورفع مستوى الصوت، اضغط عليه. يا أنت رح يكون عندك طالع لا شيء، يا أما أنت مختار شيء معين حسب، لكن بديك تنزل وتروح على كتم كل الأصوات. متى ما اخترتها أمورك راح تكون سليمة. الآن كل ما عليك أنك تطلع وبأي وقت بدك إياه تضغط زر الباور وزر رفع الصوت مع بعض، بس ضغطهم مباشرة تحت راح يعطيك أنه تم كتم الصوت. هلأ بالبداية هو راح يسألك، راح يعطيك أنه هيك راح يصير، فأنت بتوافق؟ نعم بتوافق. خلصت؟ أنت كنت باجتماع، كنت بمكان ما بدك يطلع فيه أصوات، لأنه راح تنكتم أصوات الهاتف كلياتها، وحتى لو بتصير ترفع الصوت وتخفض الصوت بالزرار هذول ما راح يصير أي شيء. فبدك ترجع نفس الشيء، زر الباور وأيضا زر خفض الصوت ورفع الصوت مع بعض، تضغطهم بحكي لك أنه تم إيقاف كتم كل الأصوات. إذن زر الباور مع زر رفع الصوت. على الخيار الثاني المفروض أنه يفعل لك نفس المميزة أو أي مميزة أنت بدك إياها، لكن برفع الصوت وخفض الصوت مع بعض. بصراحة عندي جربتها ما زبطت، فبتمنى أنكم تجربوا الجهتين عندكم وتشوفوا أنا أريح. في ناس بيقول لك أنه ما بدي أصير أخربط بين سكرين شوت اللي هو خفض الصوت ومع الباور، بصير خربطة يعني بيناتهم، فممكن أنت تعملها رفع الصوت وخفض الصوت مع بعض، لكن إذا اشتغلت على هاتفك. أنا على جهازي ما كان يعطيني أي شيء، ولا ما أعرف هل هي من الأندرويد الجديد الـ 12 أو شو بالضبط، الله أعلم. طيب أصدقائي هيك وصلنا لنهاية الفيديو، وأتمنى يكون نال إعجابكم واستفدتوا، وحكوا لي عن هذه المميزة، يعني فيديو سريع وخفيف لكن مميزة بتعمل فارق بصراحة. لا تنسونا باستمرار من الدعم والمتابعة. كان معكم عبيدة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.